شهدت مديرية سيحوت والمسيلة بمحافظة المهرة مهرجانا جماهيريا حاشدا شارك فيه الآلاف من المواطنين وقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي، وطالب المهرجان بتمكين أبناء محافظة المهرة من إدارة شؤونهم في محافظتهم في المجال العسكري والأمني ورفض أي تعيينات من خارج المحافظة. كما دعا المشاركون في الوقفة إلى تنفيذ اتفاق ومشاورات الرياض وسرعة إخراج القوات الإخوانية من المحافظة ونقلها إلى خطوط المواجهة مع الميليشيات الحوثية.